نصبح كلاس كلاسيكس. اليوم شباب جايبين لكم فيفا، انا مجبور اليوم حنبلع كرت اصفر كثير. ترى ملعب خدام بالله لا تشده كومي كومي يا اخي بخر يا اخي بسجل. الا بكسر هذه بقى ثاني. ها يا اخي كيف يا اخي كيف قلت لك كنت اضرب كوره زين زين حلو بس غبي ضيعتها. ايش اللي جرت سي وفي شكرا على الكوره اخي بيقطع عند السلم. ليش تاخذ الكرة مني؟ والله حتى لعبة شو هيز يا زلمي؟ يا خطوة انت احاولك كمان تستعمل يا لو بهدف؟ اخر شيء لا هنا أول شيء ما نبغى. أنا سجلتها؟ غبي أنت. ما سجلت. والله لا كسرك. نجيب مليون لاعب كسرك. ما تعرف شكلك إلا سبب العصب. لما العصب يجي الجابر ويشيل منه كور. يب يب يب. شباب تاخذها مني كذا بس يا شباب ما ياخذها مني عشان يعني كذا بنا خايف والله عشان ما ياخذها بابا ياخذها مني كل شويه دقيقه ايش اللي كسر مربع وانا بنقول قاعد افخ الدايره اقول ليش ما يكسر كذا بلنتي بلنتي طب كان بدل ما تقفي يلا بالله والله ما تخفي خلاص اكسرك مره ثانيه بلنتي ثاني ما في بلنتي كمان مرقوره تبا كده ما في قولي زيدان استرجاع ممتاز للكره والفرصه مستمره لا جابر انت بره سجل انا اوريك زين الدين زيدان تمركز الجيد الان يقطع من خلال الكره ليش طلعت برا ليش ايش سويت لك انا ليش عشان تطلع يوهوهوهوهوه يا اخي يا اخي ليش تضغط اكس ليش تضغط اكس يا الياس اكس دقيقه عزم قلت لك قاعد تلعب لا بنزيما الكره وصلت ما في كده ما في انا اخرب عليك اخرب عليك اخرب عليك انا حياتي كلها تكسير في تكسير اجيب له كل اللاعبين اللي كسروا والله ما تكسر لكن يا اديك الكورة بس والله انت اللي كسرتني طيب شباب تبطل تكسير عشان ايش عشان مروتونيتي بطولي تكسيري تدخل شرعي واستخلاص الكرة بنزول في منطقة الجزاء يا اخي ليش تراول لا يا حارس تكفى ناولي تكفى جابر لا تخسي سجي والله تخسي بالله العب فيه مرة ثانية مو على جود تركت جابر العب فيه انت تستطيع انت شر
اسمعي والله ما جبت تدخل ضعيف من المدافع والله والله اه حكم لكن اللمسه الاخيره خسي مكان خطير اتلا يا اخي والله استغربي انت والله بلا انت خلاص مين ما عبيت على مين عليك إيه والله راح فيها لا تحلف والله راح فيها اوكي دقيقة ايش اللي جاي ما صح يا اسكت عم تعتمي عم تزيد شوف يا هدف هدف عم تعتمي ساي ما في مو حلاوة خلاص انا ممكن اسوي شيء صارت مع زيدان زيدان رونالدينيو يا اخي لا تسحب يا مسحب تعال خدها تعال خدها بالحارس قاعد العب رودخوليت خدها بالحارس كرة لازم تبعد لازم يخلص صلان ما في ما يعني مقطع ترى منه بالراحة هذا على وين هذا وين الجماهير ايه تلعب بشكل كرة عرضية في هذا المكان دقيقة 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 مسكتها جوي بعدين ما خدت الجمهور ايش معك انت ايش يا اخي الكرة تسوق عمرها يا الياس يا تاكل يا ما في تسجيله ما في كذا قلب بعد تسجيله ما في يا بلحق اللي راح اكسر لا ماني بجد لو خلاص نبى نلعب هذا ماني بجد ما في تجيلة ما في يا اخي اصبر 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 والله ما تفوز طب لا تحلف بتشوف النهاية دقيقة انا ترى بلخبط جابر انا ترى بلخبط ما اعرف انا فين وانت وين ونحن مين جابر خلاص ده وخطري ده وخطري ده وخطري لو ما ايش قاعد اقول ارلك الجميل دامي هذا ما نرى حياتي كل هدو سكت على نفسي عادي عادي أولا جابر يا مين كيف كيف أقول لك يا جابر لا الله بس أربع أهداف أجيبها وفوز عليه أو يصير تعادل سهلة 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 مين يا حبيبي تقول لي أنا سهلة مين تعرف انه انا تعرف انه لا تيك الهاجو توك 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 بدوتي فريق قوي تشتغل ثروات ومن والله ما طالع ثروة يا ديك الهجوم انتظر المباراة على المباراة
تغلط على تسيرك اشترك في القناه بين السيارات اشترك اشتراكي فاول ما نبدا نسيرك اشترك هذه السبيات بس كيف اقول لك راسكس سلام لي و